بسم الله، هنتكلم النهاردة على التعديل في الريلينج. لو احنا عندنا سلم مثلا بالشكل دوت، تقدر تعدل في الريلينج عادي. خلينا نشوف جرس 3D. مثلا انت عايز تعدل الحتة ديت، تخليها جوه شوية، اجي هنا تيجي تبص، تقدر تاخد الخط دوت تعدل فيه، وهو اوتوماتيك هيظبط اي حاجة محتاجة انها تعدل. ممكن تيجي هنا مثلا على الخط دوت وامده شوية كمان، وممكن اقول له انا عايز يعني مثلا عليه قوس بالشكل دوت، موافق، هتلاقيه اتعمل ده داخل جوه شوية، ده بقى بالشكل دوت. خلينا نحرك السكشن بوكس دوت، هتلاقيه اتعمل معانا بالشكل ده. تقدر تعلم على الريلينج وتدخلنا في البروبرتيز في الايديت تايب، وتبدأ تختار الاستراكشر بتاعك. تمام، يعني في هنا مثلا خطوط كتيرة، ممكن تقول بس ان هلغي دوت، ديليت، والغي ده، والغي ده، والغي ده. ممكن تبدأ تحدد الارتفاع كل واحد فيهم، الأس بتاعه كام، والبروفايل بتاعه. يعني خلينا نغير شكل مثلا البروفايل بتاع اللي هو أعلى واحد،